الحمد لله اليوم تم افتتاح المعرض، والمعرض هذا او المؤتمر الاول الذي يقام في منطقه الشرق الاوسط. واليوم المملكه تضع بصمتها في هذا القطاع للاقليم باذن الله. اليوم التجارب اللي اقيمت والمشاريع الناجحه الاوليه اللي اقيمت حافز لكل انه يبدا اليوم في انطلاق هذا القطاع. اليوم عندنا دراسات جدوى متكامله، عندنا ابحاث تطبيقيه عملت بشكل احترافي. اليوم دور القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. هيئنا البنيه التحتيه، حددنا المواقع المستهدفه، وحددنا الاليه اللي يتم العمل فيها او البروتوكولات الاجراءات العمليه. اليوم نعطي الحقائب الاستثماريه هذه كهدايا للقطاع الخاص للانطلاق. اليوم التقاطعات اليوم بين القطاعات المختلفه ساهمت في تعزيز التكامل بيننا وبين الجهات الاخرى، هذا يساهم حقيقه في انطلاق قوي للمرحله القادمه بحول الله. احنا الان عندنا راح يكون اطلاق لاطلس قريب في جميع المواقع، حدود 18 موقع استثماري على البحر الخليج العربي والبحر الاحمر. اليوم طبعا جهدنا كله في السنوات الماضيه كان للبحر الاحمر، اليوم عندنا مبادرات جديده تكون الخليج العربي باذن الله. الفترة الماضية نعم، الآن المرحلة القادمة راح يكون الخليج العربي، في عندنا عدة مبادرات. واليوم كان فيه قبل قليل تم اتفاقية مبدئية بيننا وبين جامعة الملك فيصل لتطوير موقع بحثي على شاطئ العقير، وهذا راح يكون إن شاء الله نواة لتعزيز الأبحاث التطبيقية في المنطقة بحول الله.